نفسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري نبضاتي العقيدة المقدسية العقيدة المقدسية برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أنه لا تنقضي الدنيا ولا تقوم الساعة حتى تقع لليهود ذلة ومقتلة ونصرة للمسلمين وكرامة، وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك وعد غير مكذوب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا